أنا قررت بعد كل شي صار معنا من لما أجيت انضم لعيلتنا. معقول جده في شي بباله يعني؟ أنا اللي بدي إياه إنه باري تصير من أهل هالبيت بشكل رسمي. من شان هيك أنا قررت أتبناها لباري. بنتي نيها 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 شوفي بنتي شو صار لك؟ شوفي احكي لي بنتي شوفي نيها انت ما سمعتيني شو قررت؟ باري ما عنده أهل من شان هيك ياش جدو الشي اللي عم بتفكر فيه مستحيل لأنه أهل لباري عايشين. قلت لي عايشين؟ إيه بس أنتوا خبرتوني أنه أهل ميتين من زمان. لا يا جدو مو صحيح، أهل باري لساتهم عايشين. شو؟ هلأ نحن ما منعرف أي شي عن أبوها بس إما لباري. باري واقف قدامك هلأ يا جدو. نيها هي امباري الحقيقي.